طبعا أنا حمدية خضير، زوجي انقتل بالأحداث ب2006. طبعا ترك لي بنات 2 بالثانوية وولد 2 صغار، وتهجرت من منطقتي إلى منطقة أخرى يعني بعيدة، وخذت عهد على نفسي أنه أخلي البنات إلا يوصلون بالدراسة، بحيث المنطقة اللي تهجرنا إلها ريفية والمدارس كلش بعيدة علينا، حتى إذا خلي خطوط يعني بسعر كلش غالي. فامتحنت البنت الكبيرة ويا المهجرين، وبعدين أخذ الشهادة السادس، والحمد لله والشكر خليتهم بالكلية، وصلتهم للكلية 2 هسه. البنت الكبيرة تربية حاسبات والأخرى علوم قرآن. بعدين قلت لازم أني ما أبقى هالشكل، فقدمت على الامتحان أكو علمي وأدبي، فمن عرفت أكو إسلامي شوية يكون أسهل من العلمي والأدبي وفترة وجيزة أقدر أقرأ بيه، قدمت عليه والحمد لله والشكر. كنت أمتحن من منطقة قريبة من منطقة الفلوجة، وأطلع الشارع المغرب أخذ ابني وياي الامتحان 9 أيام، لأن مواد أكثر من العلمي والأدبي. وبعدين تفاجأت أنه أنا طلعت الأولى على العراق على الخارج والإعداديات بالدراسات الإسلامية، بالرغم من أنه أنا عندي مرض الشقيقة الحادة وعندي سوفان، بس الشقيقة كنت إذا أروح للامتحان لازم أشرب علاج، العلاج يخلي أعصابي تتخدر وما أقدر أجاوب، وإذا أقطع الدواء تيجي علي الشقيقة. بس الحمد لله والشكر عدت وراحت هاي الأيام. فأتمنى يعني كنت أتمنى ولحد الآن أنه أكمل دراستي، فقدمت على جامعة بغداد، الحمد لله قبلوني بكلية التربية قسم اللغة العربية. بس العائق الوحيد اللي بصراحة ما يخليني أكمل أنه المصرف راح يكون كلش ثقيل علي، لأن بنات بالكلية أقساط مسائية وأجي آني همينة بالكلية. فيعني أتمنى أنه أقدر أواصل دراستي، حتى بلكي أخذ شهادة الماجستير والدكتوراه، يعني حلم هذا، حتى بعدين أقدر أعين نفسي وأعين أولادي الصغار. طيب منو من أهلك أو من أهل زوجك يساعدك؟ يعني أخويا طول هاي المدة اللي كنت آني بيها يومهم كان أخويا يساعدني وحماية، يعني كل واحد، بس الإنسان مهما يكون ما يظل يعتمد على الآخرين، لازم يفكر في شيء، وحتى اللي يجي ما يكفي بصراحة، غير يعني ما يكفي حتى يقدر يسد مصاريف الكلية وبنات ومصاريف البيت ومصاريفي أنا مال العلاج مالتي، لأن علاج الشقيقة كلش غالي علي، يعني العلاج هو مو علاج فقط مسكن، يعني يكلف 100 بالشهر علي، ورغم ذلك نقول الحمد لله والشكر، وبلكي نقدر نوصلهم البر الأمان بالدراسة. أهم شيء أنا عندي دراستهم أهم من كل شيء. حسام، ايش تتمنى والدتك، ايش تتمنى انت يعني تكبر من تصير، وايش تتمنى تقول لوالدتك؟ اتمنى اصير اكمل ماجستير والدكتوراه واصير مدرسه جامعيه. وانت ايش تتمنى؟ اتمنى اصير طيار. زين، شنو والدتك يعني شلون معيشتكم هي الام والابو، ايش تريد تقول لها؟ يعني شكرا على الانجاز اللي حققته، وان شاء الله اتمنى هي تصير ام مثاليه ان شاء الله. امين. هشام، انت ايش تتمنى تصير من تكبر؟ احكي ابنك، يلا احكي شو اقول. خالة، تعرفينا على ام حسام شو رمت اطفالها وشون عايشة وحدها؟ اي والله، يعني هاي اليوم 8 راح يصير هي ربتهم، اول ما انقتل ابوه تهجرت ومظلت عنا يعني فوق 6 وجبناهم هسه هنا يمنا جرنا لهم، وهي ربتهم أحسن تربية. البنات وصلتهن هسه بالكلية، واحدة آخر كلية واحدة ثاني كلية، والولد الحمد لله هذا ثالث متوسط وهذا ثالث ابتدائي، وبهاي المعاناة وتروح وتجي من ذاك الطريق البعيد كانوا مهجرين إلى شارع فلسطين تمتحن وترجع، ما عندها أحد، والحمد لله كملت وطلعت أولى وزينة إن شاء الله والحمد لله. زين، إيش تتمني لنا أو إيش توجهي لها كلمة لأم حسام؟ والله أتمنى لها التوفيق
والشكر إن شاء الله، ومنا وهيك مستقبل جديد إن شاء الله، وتكمل المسيرة هي وأولادها. أي والله، وأنا قلبي عليهم لأن أماني أبوك. شنسوش بدي انا وقت مو زين، شنسوش بدي انا؟ الله يعيننا قدشافت هموم قلب وانشلع من جابتنا لليوم. الله يعيننا قدشافت هموم قلب وانشلع من جابتنا لليوم. يمتى يمتى تشوف وين الفرح يوم تسمع.